المباراة دي بقى بعيد عن الأهداف اللي حضراتكم شفتوها دي، كان فيها لقطة والله كوميدية هزلية مش منطقية مش مفهومة ملهاش تفسير مش طبيعية ما ينفعش تحصل. هو لاعب محترم بالمناسبة ولاعب جيد، بس الإسماعيلي وظروفه والنتائج واللي بيحصل، والنهاردة المباراة الفريق متأخر بهدف دون رد، محمد حسن لاعب الفريق ماسك كاميرا من احد المصورين واقف بيضحك بيلعب يعني الموضوع كله كان دمه تقيل بالنسبه لمشجع اسماعيلاوي قاعد على اعصابه متضايق وزعلان وعايز الفريق يبقى احسن واحسن واحسن واحسن، والفريق فعلا بدا يفوق. فتقديرا للظروف يعني في لقطات كده بتبقى عارف انت اللي هو ايه، بتقعد تقول هو اللاعب كان في دماغه ايه وقتها، يعني فكر في ايه، ليه يعني. اكيد هو على فكره هو زعلان فريقه خسرانه 1-0 اكيد، يعني ده المنطق، يعني هو اكيد عايز فريقه تتعادل، عايز فريقه تكسب، عايز فريقه تبقى في مكانه احسن واحسن في جدول ترتيب الدوري. بس لازم تاخد بالك انك بتخاطب جمهور، وجمهور ايه؟ جمهور مش بيرحم، جمهور بيحب فرقته جدا وما بيحبش اي حد يتهاون قدام حبه لفرقته وزمايله. يعني بص الموضوع كله كان دمه تقيل شويه، انا اتصور انه غير مقصود من محمد حسن، بس كابتن عماد سليمان المشرف على فريق الكره بالنادي الاسماعيلي قرر ايقاف اللاعب لاجل غير مسمى وتحويله للتحقيق بالاضافه الى تغريمه 250 الف جنيه. طيب افهم اكتر ايه اللي حصل من محمد حسن، الموضوع تصوري او احساسي مش مجرد ان هو مسك الكاميرا وبس، ممكن يبقى ليه حاجات تانية او خلفيات اخرى، نفهم اكتر من الكابتن الكبير كابتن حمد ابراهيم المدرب العام بالنادي الاسماعيلي. يا كابتن حمد مشرف ومنور كالعاده. حبيبي يا كيمو ربنا يخليك. طمنا عليك. النهارده المباراه كانت رايحه لخساره، بس قدر الاسماعيلي في ربع ساعه 10 دقائق وخمس دقائق بعد كده في الوقت الضايع قدر يسجل الهدف الثاني، قدر يرجع بنقطه تعادل على الاقل يعني. والله الحمد لله يا كريم، في الاول الحمد لله رب العالمين. النتيجه كانت مهمه جدا، ان انت رايح بتلعب على 3 بونت وبعدين يحصل جوه المباراه بقى، وانا بقول ان احنا ادينا مباراه جيده جدا يعني، وبيحصل فيك هدف اخر ثانيه في الشوط الاول من كره ثابته، من حاجات احنا بنشتغل عليها كتير جدا، لكن بتبقى انت عارف بعض الاخطاء من بعض اللعيبه وده امر وارد في الكوره، لكن بتخرج خسران 1-0 ويحصل الشوط الثاني برضه انت بتحاول، الكابتن ايهاب حاول يعدل اكتر من مره شكل اللعب، وبدانا نعمل بعض التغييرات الكابتن ايهاب. فالحمد لله رب العالمين ان انت تقدر وانت خسران بقى 2 يا كريم، ودي من الحاجات الايجابيات جدا ان انت تلعب لغايه اخر دقيقه، وده اللي حصل معانا في مباراتين 3. خلاص انت بدات بقى تخلي اللعيبه تبقى عندها الاحساس ان انت وانت خسران او متاخر في المباراه، وده ما كانش بيحصل كتير قبل كده، ان كان اللعيبه بيهمدوا سنه او بيبقوا مستسلمين سنه، لكن دلوقتي الحمد لله رب العالمين في 3 مباريات او 4 مباريات حصلوا معانا في الاخر، ومنهم يعني حصل مكسبين قبل كده، فانا بقول الحمد لله ان انت بقيت بتلعب لغايه اخر دقيقه وبتقدر تحاول تعوض، ودي من الحاجات المهمه جدا، وان احنا يطلع النتيجه بالشكل ده. فانا بقول يعني مع الجو الحر جدا ده يا كيمو، فانا بشكر اللعيبه جدا وبحمد ربنا على النتيجه الايجابيه. إريك تراوري كمان بدأ يفوق يا كابتن حمد، بدأ يخش في المباريات بشكل جيد، النهارده بيسجل هدف، وقبل كده كان بيسجل، الموضوع بالنسبه له رجع تاني. ده رهان كان مهم جدا منكم، خاصه ان بعض جماهير الاسماعيلي كانت بتنتقد كثيرا مشاركه إريك تراوري، بس واضح ان انتوا كنتوا بتشتغلوا عليه انه يجيب مباريات ويجيب لعب يعني. والله يا كيمو بص، هي رؤيه فنيه مش اكتر من كده، وطبعا ديت يعني انا بقول ان بعض الاراء ودي بنحترمها جدا ما بتبقاش تحت التقييم الكبير جدا، لكن احنا بنبقى عارفين اللعيبه واللعيبه بتشتغل ازاي، لكن في الاول وفي الاخر بتحصل لك بقى الحاجات دي يا كيمو، انك انت بقى من خبرتك في الحاجات ديت ان عارف ان انت في مباريات هتجيب لعيب معاك بشكل معين، ومش إريك بس، احنا عندنا بعض اللعيبه برضو اللي حصل معاها نفس الكلام دوت، لكن انا بقول في الاول وفي الاخر هي رؤيه فنيه برضو قابله للصواب والخطا، لكن في الاول وفي الاخر انت بتبقى عندك معطيات بتشتغل عليها، والحمد لله رب العالمين دلوقتي إريك الناس بتتكلم عليه بشكل ايجابي جدا، ودي من الحاجات المهمه، وما باخدش في الموضوع ده كتير بقى يا كيمو، لان هي فرقه النادي الاسماعيلي، إريك واحد من المنظومه نفسها اللي بتشتغل جوه نظام، وفرقه الاسماعيلي ما بتعتمدش دلوقتي على فرد، لا ده الفرقه كلها
بتشتغل بشكل منظم، وده اللي بيحصل في بعض المباريات اللي بيحصل فيها نتائج ايجابيه يا كريم الحمد لله. حاسس امتى ان شاء الله باذن الله نرجع نشوف تاني اللعيبه من الاسماعيلي موجوده في قائمه منتخب مصر؟ والله احنا اتكلمنا مع اللعيبه، واحنا اللعيبه السنه دي في بعض اللعيبه عندنا الحمد لله بيأدوا بشكل مميز جدا ويقدروا ينافسوا ناس كتيره، لكن في الاول وفي الاخر هو حق اصيل للجهاز الفني بتاع المنتخب انه ياخد ما يراه في صالحه وفي صالح الفرقه، ففي الاول وفي الاخر هم اللي مسؤولين عن الكلام دوت، وبعد كده انت بتلعب بقى وبتأدي، ويبقى التقييم للناس المختصه بتوع الكوره، وفي الاول وفي الاخر هو اختيار اللي مسؤول عنه هو المدير الفني. لا لا كابتن حمد، طبعا الكابتن حسام هو اللي يختار. انا بسالك بزاويه ثانيه، هل في لعيبه من الاسماعيلي الان قادره انها تلعب لمنتخب مصر، ولا لسه محتاجين شويه شغل؟ بكل امانه والله عندنا عبد الرحمن يقدر يلعب ويلعب بشكل مميز جدا، وعندنا الساعي، وعندنا ناس كتيره والله تقدر تشتغل يعني بشكل كويس جدا، لكن انا برضو بقول يعني احنا بنقول كده، لكن برضو يا كريم هي التقييم بقى بتاعها هو اللي مسؤول عنه المدير الفني برضو يا كريم. طبعا يعني ما تقدرش، هو اللي ليه حق الاصيل في الاختيار 100% 100% يا كابتن حمد. طيب عايز اسالك كمان على حكايه محمد حسن، ايه اللي حصل من محمد حسن النهارده؟ بص برضه عشان ما ناخدش في الموضوع ده كتير يا كريم، احنا يعني الموضوع اصلا ما نعرفوش، يعني احنا كجهاز ما عرفناهوش، والكابتن ايهاب والكابتن غير بعد المباراه. لان اللقطه دي حصلت بين الشوطين واحنا في الاستراحه، والكابتن ايهاب بيدي المحاضره بين الشوطين، وجت اللقطه دي بعد المباراه ان اتصور لنا، وفي الاول وفي الاخر هو لعيب جوه النادي، وفي ثواب وعقاب لكل اللعيبه مش ليه هو لوحده، ممكن يكون هو عملها بشكل مش ما يبسطش ناس كتيره، ممكن يكون هو ما يقصدش، يعني هنحطها تحت اي بند. هو انا تصوري انه اكيد ما يقصدش، بس هو طبعًا. يعني ايه اقول ايه، ما يعني ما رعاش الامر بشكل كويس. طبعا فريق خسران بهدف، واحنا عشان كده كريم بنقول تحت ثواب العقاب دوت، انك انت لازم تحافظ على مشاعر جماهيرك الكبيره جدا طبعًا. تحافظ على مشاعر فرقتك اللي كانت خسرانه 1-0، تحافظ، انت لعيب كبير المفروض في حاجات ما تعديش منك يا كريم صح. فانت المفروض تبقى المسؤوليه عندك مش مسؤوليه صغيره صح. انت مسؤوليه، فانه يحصل الموقف دوت انا بقول ان هو يعني خد، يعني طبعا الكابتن عماد على طول خد القرار بعد المباراه مع والامور مشيت عادي في الامور العاديه، يعني كريم الموضوع يعني انا مش عايز احطه في حته ديت، لكن في الاول وفي الاخر هو محمد من اللعيبه اللي هي يعني المفروض ان هم من اللعيبه كبار، لازم ما يحصلش منه اللقطه دي او مزمت. من اي لعيب، لانك لازم تراعي مشاعر الفرقه بتاعتك والنادي بتاعك وتحافظ على الكلام صحيح. دوت في الاول وفي الاخر انت قاعد احتياطي، وديت مسؤوليه المدير الفني مش مسؤوليه حد، مش هو خد بالك، مش ما بقولش كده عشان هو زعلان او مش زعلان، لكن مش ده المقصود، لكن المقصود انك انت الفرقه فيها باسم مرسي واحمد الشيخ، دول اللي كانوا قاعدين بره، وعماد حمدي كابتن الفرقه، واحمد عادل، ومجموعه كبيره من الناس الكبار قاعدين بره على البنش بره، لكن في الاول وفي الاخر الاختيار بتاع المدير الفني ان انت مين ينزل او مين يقعد بره، ده الحق الاصيل اللي هو ما يراه في صالح الفرقه، ممكن يعني فمش عايز اخش في الحته صحيح كتير صحيح. لكن في الاول وفي الاخر هو خد العقاب بتاعه، والامور هنشوفها يعني بكره او بعد، لان انا بقول لك كريم الموضوع ده اتعرض علينا بعد المباراه، احنا مفهوم. ما شفناهوش اصلا جوه المباراه يعني مفهوم. فالموقف مش عايزينه ياخد اكبر من صح. حجمه يعني صح. كابتن الكبير كابتن حمد ابراهيم المدرب العام بالاسماعيلي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.